في دبي مشاهدينا انطلقت أمس قمة المعرفة تحت شعار حماية البشرية وتحدي الجوائح، واللي من خلالها تطرح قضايا مهمة مثل التعافي من جائحة كورونا والتغيير المناخي وغيرها. كل التفاصيل في تقرير دانا أبو اللبن. بتنظيم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انطلقت أمس في دبي فعاليات الدورة السابعة من قمة المعرفة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. في هذه القمة سيتم تدارس ما حصل وما يحصل وماذا سيحصل في المستقبل، وأطلقنا تقرير استشراف مستقبل المعرفة، تقرير جدا مهم في 40 دولة من 125 مليون مادة رقمية مصدر رقمي تم دراسته عن طريق الذكاء الاصطناعي واستخراج هذه المعلومات. قمة تعقد على مدى 5 أيام، يومين منها في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، وتستمر رقميا لمدة 3 أيام إضافية. القمة منصة عالمية بتجمع العقول، بتجمع صناع القرار، بتجمع الشباب، بنحاول من خلالها نقل التجارب من الدول المتقدمة إلى باقي الدول. أيضا في برنامج المتحدة الإنمائي هي بالنسبة لنا هي منصة عالمية بنعرض فيها وبنناقش نتائجنا الخاصة بمؤشر المعرفة العالمي اللي بيضم 154 دولة وأيضا تقرير استشراف مستقبل المعرفة اللي بيضم 40 دولة. وفي جلساتها وحلقاتها النقاشية المختلفة بتناقش القمة التحديات العالمية وأبرزها التعافي من جائحة كورونا، التغير المناخي، والأمن الغذائي ومكافحة الفقر وغيرها الكثير. وأحد أبرز جلسات اليوم الأول تناولت دور وسائل الإعلام ومدى تأثيرها أثناء الأزمات، بالذات فيما يتعلق بمكافحة المعلومات المغلوطة والمضللة ومواجهتها بالمصداقية والمعلومة الموثوقة. تصحيح المعلومة أصعب من أو تصحيح الشائعة أصعب من نشر المعلومة الصحيحة، لذلك عندما تنتشر شائعة ويتداولها الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان واتساب، كان عن طريق تويتر، عن طريق سناب شات، أي وسيلة إعلام اجتماعية تنتشر، يعني مثل ما نقول مثل انتشار النار في الهشيم. احنا اللي تعلمناه الحقيقة من جائحة كورونا أن دور كل الإعلام سواء كان إعلام رسمي، إعلام خاص، حتى إعلام اجتماعي، الحقيقة أول شيء أن يتحرى الحقيقة، أن يقدم المعلومة الصحيحة للمتلقي، أن يدحض الشائعات. لماذا قمة المعرفة؟ لأن المعرفة هي أهم سلاح ممكن يمتلكه الإنسان وأول خطوة في طريق النجاح وتجاوز الأزمات. قمة المعرفة في دبي هي دعوة مفتوحة لاكتساب هذه المعرفة تحت شعار حماية البشرية وتحدي الجوائح. العالم مليء بالتحديات لكنه أيضاً مليء بالفرص، وغداً أجمل فقط لما نخطط له اليوم ونكتسب المعرفة.